صباح الخير، كيف حالكم؟ صادق صبي يريد الذهاب إلى مدرسته، ولكنه احتار بأية وسيلة نقل سوف يذهب إلى المدرسة. هل بالباص أم الدراجة أم السيارة أو الطائرة أو القطار أو الباخرة أو القارب؟ لنرى بأي وسيلة نقل ذهب صادق إلى مدرسته. سوف أخبركم القصة، ومن خلالها تكتشفون وسيلة النقل التي أقلته إلى المدرسة. في الصباح الباكر، نزل صادق مع أمه وأخيه الصغير عصام إلى الرصيف كي ينتظروا باص المدرسة. بعد قليل صاح عصام: وصل باص صادق! صعد صادق إلى الباص. ألقى صادق التحية على صبحي سائق الباص، ولما تأكد صبحي من أغلاق باب الباص انطلق نحو المدرسة. وصل باص صادق إلى مدرستي صادق. نزل صادق من الباص أمام مدخل المدرسة، توجه مع رفاقه إلى الملعب، سلم على أصدقائه. بعض أصدقائه يأتون في السيارات الخاصة، وبعضهم يأتون سيرا على الأقدام. وعندما قرع الجرس، دخل صادق مع رفاقه إلى الصف بكل هدوء ونظام. علمنا من خلال القصة أن صادق انتقل بالباص إلى مدرسته، وأنا الآن أنتقل إلى الدرس 20 صفحة 112 والعنوان باص صادق. أجيب عن الأسئلة التالية من خلال القصة: إلى أين وصل باص صادق؟ من وصل إلى المدرسة؟ وصل باص صادق إلى مدرسته. باص من وصل إلى المدرسة؟ وصل باص صادق إلى مدرسته. إذن الجملة المحورية أقرأها: وصل باص صادق إلى مدرسته. أبدأ بقراءة هذه الجملة من اليمين إلى اليسار. وصل باص صادق إلى مدرسته. هذه الجملة كتبت بالخطين، الأولى بالخط النسخي أو الطباعي، والثانية بخط الرقعة. أقرأ: وصل باص صادق إلى مدرسته. من كم كلمة تتألف هذه الجملة؟ تتألف هذه الجملة من 5 كلمات. بماذا تنتهي هذه الجملة؟ تنتهي هذه الجملة بنقطة. أعيد القراءة: وصل باص صادق إلى مدرسته. من خلال جملة وصل باص صادق إلى مدرسته سوف نكتشف حرف جديد وحرف صاد. اسمعوا: وصل باص صادق إلى مدرسته. أقرأ كل كلمة لوحدها: وصل. أسمع وأرى الص في وسط الكلمة متصلة وعلى رأسها الفتحة. باص. أرى وأسمع الصو في آخر الكلمة منفصلة وعلى رأسها الضمة. صادق. ص. أرى وأسمع الص في أول الكلمة ص متصلة بالآ.
إلى مدرسته لا يوجد فيها هذا الحرف، لذلك لا نراها داخل دائرة. أعيد القراءة: و ص ل ص ب ص ص ص د ق ص. هذا الحرف هو حرف صاد، ألفظه ص. وهذا الحرف هو أشدد على لفظه صاد، صوت بالصوت، يوجد حرف الص، صوت ص. إذا اكتشفنا حرف الصاد صوت ص، ولكن علي أن أميز بين حرف السين وحرف الصاد ص. أقرأ حرف الصاد صوت ص مع المصوتات القصيرة الفتحة والضمة والكسرة، ومع المصوتات الطويلة الألف والواو والياء. آ أو إي. أقرأ: ص فتحة ص، ص ضمة ص، ص كسرة صي، ص آ ص، ص أو صو، ص إي صي. سنتعلم كتابة حرف الصاد. ص منفصلة في آخر الكلمة. أبدأ من الأسفل، بطلع بمشي شوي ببرم، وبرجع بنزل وبمشي بخط أفقي، وبترجع بتطلع وبتبرم وبتنزل لتحت وبتطلع بشكل نصف الدائرة. ص منفصلة في آخر الكلمة. أما الص متصلة في أول الكلمة، بتطلع تبرم شوي بتمشي بتنزل بخط أفقي، بترجع بتطلع بخط عمودي صغير وبتكمل بخط أفقي، كأنه الص بيطلع لسن بس تكون متصلة في أول الكلمة. أما الص المتصلة في وسط الكلمة خط أفقي، تبرم تطلع تمشي بترجع بتنزل بخط منحني وبتمشي بخط أفقي وبتطلع بخط عمودي صغير وبترجع بتكفي بخط أفقي. يعني كمان الص المتصلة في وسط الكلمة بيطلع لسن هو الخط العمودي الصغير. أما الص متصلة في آخر الكلمة تمشي بخط أفقي، تطلع تمشي شوي وبترجع بتبرم تنزل بخط أفقي وبترجع بتنزل وبتبرم بشكل نصف دائرة. وهيك بنكون كتبنا ص متصلة في آخر الكلمة. أنتقل إلى صفحة 113. ص منفصلة في آخر الكلمة، ص متصلة في أول الكلمة. أقرأ المقاطع الصوتية: صي صي، صو صو، ص ص، صو صي. أقرأ الرسوم: الرسم الأول صابون صابون، الرسم الثاني رصيف رصيف، الرسم الثالث صر صور صرصور. أقرأ: صابون رصيف
صرصور. الآن أجمع حرف الصاد مع الأحرف السابقة لأحصل على كلمات. أقرأ: عي صا م عصام، و ص ل وصل، ص ح ص ح عصام وصل صاح. أكمل: صابون صرصور رقص، صابون صرصور رقص، صاح عصام وصل باص صادق، صاح عصام وصل باص صادق.